كلمة الآن لفريق الأصالة والمعاصرة، تفضل سيدي النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس، سيد وزير، السيدات والسادة النائبات والمحترمون. نعتبر في فريق الأصالة والمعاصرة أن لحظة مناقشة مشروع قانون رقم 38/15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة هو فعلا لحظة تاريخية. علاش تاريخية؟ ماشي من حيث الموضوع، لأنه لأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي في الحياة الدستورية العادية يناقش هذا الموضوع. يناقش هذا الموضوع في 93 ما كانش، يعني الموضوع هو التنظيم القضائي بصورة عامة كتعديل جزئي، في 74 كان حالة غير عادية إلى غير ذلك. فلأول مرة البرلمان المغربي تيناقش التنظيم القضائي ب يعني أطيافه السياسية المختلفة. نعتبر أن مسألة تنظيم القضاء المملكة مسألة ليست تقنية وليست مسألة فئوية، بل هي مسألة مجتمعية تهم المجتمع برمته ومختلف مكوناته وأبعاده. لهذا نعتبر أن الأمر يحتاج إلى كثير من الفلسفة السياسية وقليل من التقنية والفئوية لتجاوز الأزمة التي يعرفها مرفق القضاء في بلادنا. لقد خلق الدستور الجديد 2011 آفاق واسعة وخلق أمال عريضة لتجاوز هذه الأزمة، كما لتجاوز مطبات أخرى في مختلف مجال الحياة السياسية وغيرها. وعبر ميثاق إصلاح منظومة العدالة عن طموح، طموح كبير. لذا نتساءل كيف تعامل المشروع مع السقف الدستوري، مع الطموح للحوار، وهو يهندس التنظيم القضائي للمملكة في صورته الجديدة. هناك إشكاليات مركزية تناولها فعلاً المشروع، مسألة واش وحدة القضاء ولا التعدد، واش الولاية العامة ولا الولاية الخاصة أو المتخصصة، واش القضاء الفردي ولا القضاء الجماعي، الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، والقرب من المواطن. أولاً المشروع يستدعي ملاحظات أولية ضرورية. الملاحظة الأولى هو أن المشروع، يعني في المخطط التشريعي الحكومة كان مبرمج ومفترض أنه يصدر إما 2013 وإما 2014، إحنا الآن في 2016. المسألة الثانية، كان من المفروض أيضا أن المشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي ما يجيش بوحده، يجي في نفس الوقت ثلاثة المشاريع مهمة جدا لأنها متكاملة ولا يمكن الفصل بينها، وهو مشروع قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشروع مدونة القانون الجنائي. هذا لا نتوفر عليه لحد الساعة. كذلك نلاحظ أن الإعداد للمشروع بقى رهين مقاربة تقنية مهنية أكثر مما اعتمد مقاربة عميقة تقوم على البعد الإنساني والحقوقي والاجتماعي، كالحق في الوصول إلى القضاء، حق ولوجيا القضاء، المساواة الحقيقية أمام الخدمات القضائية إلى غير ذلك. لهذا كنعتبروا أن هذا المشروع من انطلاقه
جاء المنهج ديالو فيها بعض الاختلالات، وهذه الاختلالات غتعزز ايضا على مستوى الملاحظات المتعلقه بالجوهر. فالمشروع هو مشروع جاء بمجموعه المستجدات، ولكن مستجدات ذات طبيعه تقنيه اكثر مما هي ذات طبيعه جوهريه، من شأنها ان تطور نوعيا الخدمه القضائيه. وبالتالي جاء عباره عن مدونه اكثر مما هو تجديد جوهري في هندسه الخريطه القضائيه والتنظيم القضائي في بلادنا. مثلا معلش المشكل المنازعات العقاريه اللي هي كبيره في البلاد، بطريقه يعني متميزه بخلق نوع جديد من المحاكم اللي هو المحاكم العقاريه، واقترحنا هذا مع الاسف تم رفضه. كذلك المشروع تميز بعدم الاستمرار في توجه كانت له ايجابيات كثيره، وفي نوع من القضاء كان ناجحا هو القضاء الاداري، تم ادماجه في القضاء العادي، وهذا له تداعيات مخالفه للسير العام ولنجاح التجربه بحد ذاتها، وكذلك مخالف لطموحات ومطالب الحركه الحقوقيه التي عبرت عنها على امتداد عشرات السنين، والتي عرفت تتويجها باخلاق او بخلق المجلس الاستشاري حقوق الانسان والقضاء الاداري. طبيعة الحال الوقت راه يزاحم. الخلاصه اننا قدمنا مقترحات، قبل منها السيد الوزير بعض المقترحات ذات طبيعه تقنيه، ولكن المقترحات الطبيعه الجوهريه تم رفضها. اقترحنا قضاء عقاري متخصص، تم رفضه. اقترحنا الحفاظ على القضاء الاداري كقضاء متخصص، تم رفضه. اقترحنا التعويض عن الاضرار الناجمه عن السير العادي للقضاء كالاعتقال الاحتياطي، فتم رفضه. امام هذا الواقع لم يبقى لنا الا ان نصوم عن التصويت لصالح المشروع، وشكرا على انتباهكم. شكرا السيد النائب المحترم. ننتقل